الإخلاص لله عز وجل. مرة من المرات سبحان الله كنا في الحج، في رحلة الحج، والإخوة يعني حضروا هذا الموقف. فكان الجدول في الأصل للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي حفظه الله. سبحان الله الشيخ يعني أصيب بوعكة صحية، فأرسل لي رسالة بأن الدرس عليك، وكان في أول أيام، قال الدرس عليك يعني كان لظرف صحي. أنا لم أنتبه، لم أنتبه على الرسالة. بعد الفجر الشيخ موجود، جيت أكلمه فقال لي أرسلت لك رسالة، عندي ظرف كذا، ف سوي الدرس بدلي. الشيخ ما كان أول أيام بعدنا نحن، يعني بعض الأحيان مع الجلوس مع الإخوة والزملاء وهكذا الإنسان لا يتهيب، لا يجد هيبة وكذا، لكن يعني مشايخ ما شاء الله حفظهم الله يعني عالم وكبير و... فألقيت كلمة كانت موعظة يعني قصيرة. عندما انتهيت من الدرس ذهبت إليه وقلت له الشيخ اعذرني، إن شاء الله هذا الدرس قدمته لله، لم يكن تحضيرا، لكن حقيقة ما أستطيع أن أغير من أسلوبي ومن طريقتي في المحاضرة لوجودك. قال لا لا لا، قال شي ناس يحبوا أسلوبك وما يحبوا أسلوبي، وشي ناس يحبوا أسلوبي وما يحبوا أسلوبك. سبحان الله، هذه الكلمة لا زالت ترن في أذني. يقول تعلمت ما كان الإنسان يصل بكلامه إلى الله، يصل بالناس إلى الله، أن لا أنتقد إنسانا على أسلوبه. نعم قد يفضل أحدنا شيئا على آخر. مرة من المرات كنت ألقي درس في شمل المساجد، في منتصف الدرس أتفاجأ من موجود في الدرس أحد كبار المشايخ معنا في عمان. جتني حقيقة رعشة، يعني ما انتبهت له، لم أنتبه له أبدا، وكان الدرس يعني طويل، وأصلا يعني سبحان الله على كل حال الظروف كانت يعني، لما شفته في الدرس قلت لا إله إلا الله، صلى الله التثبيت يعني، ما بلساني طبعا في قلبي. تعرف بعض الأحيان يعني وجود مثل هؤلاء العلماء الكبار بعض الأحيان قد يقيد الإنسان في أسلوبه، ما نقول في الفكرة لكن في الأسلوب، في الطريقة، في الأمثلة وكذا. أنا ما عرفته كيف، حتى قمت ما أقبل ذاك الصوب، عالم كبير وحقيقة متورط في الدرس. لما أنهيت الدرس جاء لي يسلم علي، قلنا وابي جتك الطامة تو الشغل، سلم علي قال لي، يقول لي هذه عبارته، هذا متواضع منه طبعا، ما قال، يقول جزاك الله خير، كانت عن القرآن الكريم، قال هذه المحاضرة أنصحك أن تعممها على جميع المساجد، كان في شهر رمضان. قال أريد أسألك شيء ذكرته في المحاضرة. أنا ما شاهدت، سألني عن نقطة ذكرتها وين مصدرها، فقلت له، فشكرني. واليوم اللي بعده كان يوم الخميس، اليوم اللي بعده خطبت الجمعة، وفي نص الجمعة أشوفه نفسه هناك في الجامعة، قلت لا إله إلا الله، مو هذا أبو مستوي، هذا الرجل كأن الله عز وجل راسلنا، وبعد المسجد ما بتعود أخطب فيه. على كل حال الشاهد من هذا الأمر بأنهم يا إخوة، حتى العلماء الكبار عندما يلقون هذه الملاحظات أو هذه النصائح من باب الحرص، لكنهم يحضرون مجالس العلم،